يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه عارف، حيث إن أحد العلماء يقول إن الله يوصف بأنه عراف إذا أريد بالمعرفة المعرفة الخاصة، أما المعرفة فلا يجوز أن يوصف الله بها، لأن المعرفة انكشاف بعد خفاء، ولأنها تفيد العلم اليقيني والظني، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا كل كلام فارغ، الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، الله لم يصف نفسه بالمعرفة على أنه عارف. وأما تعرف إلى الله يعرفك في الشدة، هذا من باب المقابلة، مثل ومكروا ومكر الله، نسوا الله فنسيهم، هذا من باب المقابلة، من باب المقابلة، لا من باب أن الله يسمى بأنه عارف. نعم، يقال يعلم ولا يقال يعرف. نعم.